السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكترو صوفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سيكون هو الفيديو الأخير حول موضوع التأل. سبق وتوصلنا يعني إلى طريقة عمل التأل، طريقة ربط التأل في البوردة. في فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول أن نقوم بالتفريق بين الباور وحيد الخرج والباور متعدد الخرج. كيف ذلك؟ في الحلقة السابقة قمنا بالتعديل على باور، ربما فايبر او ام. المهم تعديل على باور به عده يعني عده جهود خرج، ربما 5 15 كذا، بمعنى ان المحول الذي نعمل به ملف دران دخل، ملف دران وفي سي سي، الفي سي سي اختياري، يعني به ملف دران دخل، وفي الخرج به ملف خاص بال5 فولت، ملف خاص بال12، ملف خاص بكذا، بمعنى عده ملفات في الخرج، كل ملف تجد عليه ديود. واضح جدا. عندما نقوم بالتعديل على الخمسة فولت فكل الجهود تعدل، كل الجهود ترتفع، كل الجهود تنخفض، يعني رفعت الجهود قليلا ترتفع كل الجهود، خفضت الجهود تنخفض كل الجهود. واضح. نوع به عدة خروج، نوع به خرج واحد، يعني output واحد، وهو هذا الذي أمسكه في يدي، محول بخرج واحد. لاحظ هذا هو هذه جهة الاوت في هذا النوع من المحولات. هذا هو الملف، هذا طرف وهذا طرف، يعني هذا طرف وهذا طرف، ها هما كما تظهر لك هنا، واحد هنا والاخر هنا، ها هما يمر واحد عبر الديود، ها هو الديود هنا. واضح. يصبح لدينا هذا المسار موجب، ها هو الموجب، يمر الموجب هنا، تكتب موجب هنا. واضح جدا. إذن لدينا هنا ملف أو ملفين لا يهمنا في شيء. لدينا الخرج، وما يهمنا هو خرج واحد، جهد واحد. سنعود إلى نقطة ذكرناها في الحلقة السابقة، وهي أن التأل، دائرة التأل لا علاقة لها بأصغر جهد في البوردة، يعني هي تعمل على جهد معين من الخرج، يعني لا يرتبط في ذهنك، لا يرتبط موضوع تتبع الجهود أو موضوع فحص دائرة التأل مع جهد 3.3. هناك من يقول أن التأل مرتبط بال3.3، هناك من يقول أن التأل مرتبط بالخمسة فولت. حسنا، سنصدق هذه الأفكار. لكن أنا لدي الآن أدابتر كما تلاحظون، هذه هي الجهود الخرج. لاحظ 12 15 الى 24. جيد، ليس لدي 3 كما تلاحظون، ليس لدي 3، حتى المكتف هنا لاحظ 25 فولت. واضح. اذا ليس لدي 3 فولت خرج، ولدي ملف واحد كما قلت، ليس لدي ملفين، ملف واحد. واضح. اذا اقل جهد خرج هنا، اقل جهد ما هو؟ اقل جهد سيكون هو ال 12، هو هذا، اقل جهد هو ال 12. جيد. اذا لدينا التأل، ها هو التأل، لدينا هنا التأل، لدينا اوبتو كابلر، ها هو الاوبتو كابلر، لكن ليس لدينا جهد 3.3. واضح. إذن فكرة أن التأل له علاقة ب 3.3 خاطئة، فكرة أن التأل له علاقة بجهد 5 فولت خاطئة، بمعنى أننا نأخذ جهدا وفقط، ليس شرطا أن يكون مرتبطا برقم معين. واضح. المقاومات تقوم بعملها، نقوم بتقسيم الجهد وتثبيت وكذا، يعني كل شيء جميل، ولكن ليست هناك قاعدة تقول على أن الدائرة تعمل بجهد معين. فالآن لدينا جهد متغير، حتى متغير، يعني أن الجهد يرتفع حتى الـ 24. هذا التأل، هذه أطراف التأل إذا كانت تظهر لك هنا واضحة، سأوضحها لك أكثر. هذه هي أطراف التأل هنا، هنا هذه هي أطراف التأل، هذه الثلاث هي أطراف التأل. لاحظ هذا واحد اثنان ثلاثة، هذه أطراف التأل. هنا التأل مرتبط مع جهد الخرج. واضح. هذا هو الموجب، هو هذا المسار النحيف، هو هذا. لاحظ هذا المسار يرتفع إلى 24، بمعنى أنه لم نتوقف عند 12 فقط، بل سيرتفع إلى 24، وهذا يعني أن التأل هنا يعمل حتى مع 24 فولت، لأنه ليس لدينا ملفين، لدينا ملف خرج واحد، ملف خرج واحد، يعني أن الجهد الموجود في الأوت هنا، الجهد الموجود في الفي أوت هنا، الجهد الموجود هو نفسه الذي سنعمل به في دائرة الفيدباك، نفس الجهد. واضح. جيد.
بالنسبة لطريقة التلاعب بالجهد، إذا لاحظتم أن الأدابتر يعمل من الـ 12 إلى الـ 24، طريقة التلاعب بالجهد هي نفسها التي شرحناها في الحلقة السابقة بالمقاومة المتغيرة. يعني عندما شرحنا بالمقاومة المتغيرة الشبيهة بهذه، عندما شرحنا على مقاومة متغيرة شبيهة بهذه وتحكمنا في الفولت بها، فنفس الطريقة يعني نفس طريقة التحكم هي التي يعمل بها في هذه النوع من الأدابتات الفاريابل أو اليونيفرسال. جيد، يعمل من 12 إلى 24 بنفس الطريقة، يعني بنفس الطريقة بالمقاومات. واضح جدا. الآن سنفهم كيف تعمل دائرة الخرج في هذه الباور التي بها ملف واحد. عندما نقول ملف واحد أي أن الانترفال أو الديلي أو المسموح به أو الحيز الذي سنلعب فيه، يعني من كذا إلى كذا. على سبيل المثال، إذا أخذنا بوردة بها مثلا بوردة بها جهد 5 فولت وجهد 12 وجهد 20، عندما تكبر الخمسة أو تصغرها تكبر معها الـ 12 وتصغر، تكبر الـ 24 وتصغر. هذه التفرقة، تفرقة الجهود، تجعل المحول يضعف. يعني إذا حاولت استنزافه، إذا حاولت تكبير الجهود، رفع الجهود، أنت تستنزف المحول، بالتالي أنت تطلب جهدا. على سبيل المثال، المحول معد ليعطيك 20 فولت فقط، تتصرف فيها كيفما أردت. أنت تأخذ العشرين، لكنك تأتي وتقول له أضف لي بعض الجهود، أضف لي بعض الجهود، فيعطيك زيادة، لكنه يحتضر، يدخل في مرحلة الاحتضار، يعني يقترب من الانفجار، لأنك تكبر كل الجهود. أنت تكبر معك 5 فولت، لكن حتى الجهود التي بقربك، حتى الجهود ربما على هذه الشكل، حتى هذه الجهود التي تكون هنا هي الأخرى تكبر. أنت تكبر هذا وتقوم بالتجربة على هذا، لكن هنا أيضا تصبح جهود جاهزة للعمل. وبالتالي فأنت لم، إذا كانت 5 15 20، عندما تصبح مثلا الخمسة عبارة عن 7 مثلا، فالخمسة عشر ربما أصبحت 18 أو 20، العشرون أصبحت ربما 25 أو كذا، بمعنى أن المجموع أصبح كبير جدا. وبالتالي أنت تضغط على الإيسي في تلك الحالة، أنت تضغط على الإيسي، لن ينفجر معك إذا أضفت بعض الفولتيات الصغيرة، لأنه يكون له أنترفال، يكون له يكون مثلا الإيسي يقول لك أنه يشتغل على سبيل المثال من 100 كيلو هيرز مثلا إلى نفترض 110 فقط، ومع العلم أنه يكون 60 إلى 100 مثلا، نقول فقط من 100 إلى 110 هو يكون في 100، أنت تقوم بتحريكه قليلا إلى أن تصل إلى 110، كل شيء جميل، ليس هناك أي نقطة سلبية. عندما توصل إلى 110 كل شيء جميل، تضاف لك بعض الجهود، بعض الفواصل أو حتى أرقام، يعني وحدات في الجهود، لكن الاي سي يعمل بكفاءة عالية، ليست عليه سخونة أو أي شيء. ما إن تتخطى ذلك الحيز حتى يبدأ يعني في إصدار صوت، أولا المحول سيصدر لك الصوت صغير صغير جدا، وسترتفع حرارة الاي سي. هنا أتحدث عن مثال، هو أننا لدينا 100 و 100 إلى 110 وتخطينا 110، هنا تطرأ هذه الإشكالات، بينما في الشروحات الأخرى لا. طبعا هذه الأشياء سنفصل فيها بعد حلقة لوبتو كابلر، لأن لوبتو كابلر هو القطعة الوحيدة في الباور التي تضغط على الاي سي وتقول له اجعل التردد كذا او اجعله كذا. يعني عندما نشرح اللوبتو كابلر سنشرح معه التردد لنعرف الحدود القصوى للاي سي، كل هذا سيتم تدريجيا. بينما الى حدود اللحظة نحن في الحلقة الاخيرة من شروحات التي ال، حتى يعني لا تتدخل عليك الامور وتجد في بعض الاحيان ان شخصا يسال لدي جهود مرتفعه، لدي جهود متدبه، تسمع الجواب غير تي ال، غير التوكابلار، غير كذا. ما علاقه تلك الاشياء بهذه الاشياء؟ نحن نشرح لك لتعلم ما الفرق بين تذبذب الجهود، هل له علاقه بهذه الاشياء؟ انخفاض الجهود نعم، لكن تذبذب الجهود هل شرحنا تذبذب، هل عندما نضيف شيئا يحدث تذبذب الجهود؟ يوجد شيء اسمه تيست مود في اي سي الباور، يوجد تيست مود والبروتكشن مود. هذه الاشياء عندما يكون الخرج منعدم، عندما يكون الخرج منعدم وكان الاي سي يتصرف تصرفات غير منطقيه، لكن الخرج يكون منعدم. اما اذا كان موجود ومتذبذب فهو موضوع اخر تماما، سنتركه الى ساعته حتى تكون المعلومات متدرجه
والفهم سهل وسلس إن شاء الله تعالى. فقط تابع الدورة من البداية إلى الآن، فأنت الآن ربما في الحلقة 50 من دورة إيسيل باور، وتوجد دورات أخرى مرافقة حول الباور البسيط. على أي، حتى لا نطيل في الشرح، هنا لدينا عدة خروجات، بمعنى عندما نضيف جهدا صغيرا فكل الخروجات أضيفت إليها جهد، بالتالي وضعنا ضغطا على الإيسي والمحول. لكن عندما يكون لدي خرج واحد هنا وهو مسبقا، ركز معي، هو مسبقا معد للعمل من الـ 12 إلى الـ 24، معد مسبقا بدون تدخل مني، معد مسبقا للعمل من 12 إلى الـ 24، بمعنى ما زال هناك إمكانية لخفض أقل من الـ 12 وما زال هناك إمكانية للرفع فوق الـ 24، واضح. الآن سنلقي نظرة على طريقة تصميم هذه البوردة، لكن يجب أن تركز معي قليلا لأن التصميم صعب. ربما لم نقل قبلا على أي تصميم أنه صعب، لكن اليوم نقول عنه صعب لأنه أول مرة يشرح، لكن إذا شرحناه لعدة مرات سيأتي سهلا إن شاء الله تعالى. ركز معي، لدينا الخرج هنا، هذا هو الموجب، ينتقل إلى هنا الخرج الموجب، هذه المقاومة لا نحتسبها، هذه المقاومة لا نحتسبها، نمر مباشرة إلى هذه النقطة. هذه النقطة سنجد عليها مقاومة، ركز معي جيدا، ها هي المقاومات، مقاومة التحكم في التي ال، ها هي واحدة وها هي الأخرى، واضح. هذا هو مسار التحكم في التي ال، ركز معي، انسى هذه المقاومات، لا اعتبرها غير موجودة، اعتبر هذه غير موجودة، ركز معي على هاتين المقاومتين، على هذه وهذه، واضح. هذا هو الموجب، ها هي مقاومة من الموجب إلى طرف التي ال، هذا هو السالب أو الجي إن دي، ها هو هنا، واضح. إذا هذه هي المقاومة الثانية، مقاومتين، ها هي واحدة ها هي الأخرى، هذه 3000 وهذه ربما 12000، 12000 3000، واضح واضح. لاحظ معي، إذا جئنا إلى، أخذنا غشاء الأدابتر بهذه الشكلة، أقرب لمبة أو أقرب ليد يعطينا 12 فولت، أقرب ليد هنا يعطينا 12 فولت، يعني أن هذا هنا هو ليد لإشارة 12 فولت. ركز معي جيدا، هذا ليد 12 فولت، يعني أنه إذا وضعت هذا المجاس على آخر واحدة فأنا أختار 12 فولت، أي هنا أختار 12 فولت، جيد. ركز معي جيدا لأن هذه البوردة تصميمها صعب. هذا المسار هنا الذي يأتي من الموجب ويصعد إلى هذه النقطة هو خاص بتشغيل الليدات، إذا إنسى الليدات وإنسى المقاومة الأولى، كما تلاحظون هو تشغيل الليدات، جيد. إذا إنسى، كم يتبقى لنا؟ المقاومتين فقط. عندما أختار 12 فولت أي أنني أضع سلكا من هذا الطرف إلى هذا الطرف، أضع سلكا من هنا إلى هنا، أنا أختار الأرضي، ركز معي جيدا، أنا أختار الأرضي ولا توجد مقاومة هنا، لا توجد مقاومة، بمعنى أن المسار الذي بين الأرضي والتائل وبين التائل والموجب، بين التائل والموجب لا يتغير، لن نتحدث لأننا هذا السويتش هو خاص بالأرضي وليس بالموجب، إذن الموجب دائما مقاومته لا تتغير، لدينا 12000 ثابتة، ركز معي جيدا، الموجب 12000 ثابتة لا تتغير، ما نتحكم فيه هو مقاومة الأرضي، وكيف ذلك؟ ركز معي، هذا مسار الأرضي لا نتحدث عنه، ها هو متوجه إلى الأرضي، المسار الثاني متوجه إلى التائل، ما الذي يحدث في المسار الثاني المتوجه إلى التائل؟ لاحظ وضعنا عليه عدة مقاومات، واضح؟ ووضعنا الأرضي هنا، ها هو الأرضي هنا، وبالتالي ما الذي تقوم به هذه السويتش؟ هذه السويتش تقوم بدمج مسار الأرضي الذي هو هذا، تقوم بدمجه بمقاومة أخرى، وبالتالي يصبح المسار عليه مقاومتين وليس مقاومة واحدة. هذه مقاومة الموجب، انساها في هذه المرحلة، هي ثابتة، واضح؟ المقاومة الثانية التي هي 3000، هذه المقاومة 3000، نقوم بإضافة مقاومة أخرى إليها، كيف ذلك؟ سنقوم برسمة بسيطة لنوضح الأمر، تابع معي. إذن سأقوم بقراءة الأرقام عليك أن تدونها في ورقة بقربك أو شيء، أنا سأقرأها عليك مرة واحدة. المسار الأول الذي هو 24 فولت عليه
2400 اوم، المسار الثاني 3600 اوم، المسار الثالث 4300 اوم، المسار الرابع 5100 اوم، المسار الخامس 7500، المسار السادس 10000. واضح؟ ها هو 10000، سنقوم بالتكبير عليه. ها هو 10000، ها واضح. لكن لاحظ ما الذي يوجد بعده. المسار السادس ليست عليه مقاومة أصلا، ليست عليه مقاومة أصلا، بمعنى أنه في المسار السادس نعمل فقط بهذه المقاومة، لا نضيف عليها شيئا. أظن أن البعض فهم، لكن البعض لم يفهم، واضح جدا أن الموضوع به بعض التعقيد ولو أنه بسيط. إذا لم تكن فهمت الفكرة ركز معي حتى تفهم الموضوع بالرسمة، فهي رسمة بسيطة جدا. لاحظ معي، لدي هنا سلك، لدي هنا سلك أرضي، هذا سلك أرضي جيد، وضعنا له سويتش بمعنى أسلاك، 6 أسلاك مثلا هكذا. هنا توجد سويتش بهذه الشكلة. لدينا من جهة أخرى لدينا مقاومات بهذه الشكلة، بهذه الشكلة، بهذه الشكلة، بهذه الشكلة، بهذه الشكلة. قرأت عليك القيم، الآن سأسميهم فقط، سأسميهم R، R1، R2، R3، R4، R5. ولدينا المسار السادس ليست عليه مقاومة أصلا، واضح جيد جدا. هنا في المسار رقم واحد، في المسار رقم واحد إذا ما ضغطنا السويتش، أولا يجب أن تكون إجبارا على أحد المسارات، يعني السويتش إن لم تكن هنا فهي هنا أو هنا أو هنا، يعني هي تتحرك إجباريا ستكون في أحد المسارات، انتهى الموضوع، واضح. المسار الثاني من هذه المقاومات، المسار الثاني من هذه المقاومات مع ماذا يرتبط؟ هذا المسار يرتبط مع ريفيرنس، يرتبط مع ريفيرنس تي ال، يرتبط مع ريفيرنس تي ال بهذه الشكلة، واضح؟ يرتبط مع ريفيرنس، ركز معي جيدا. الريفيرنس يرتبط مع الموجب، ها هو يرتبط مع الموجب، ها هي عبر مقاومة إلى الفي أوت موجب، واضح. ويرتبط أيضا مع الأرضي، واضح، عبر مقاومة إلى الأرضي. إذا جيد جيد، هذه المقاومة وهذه المقاومة مقاومة الموجب. أنا لن أكتب الأرقام حتى لا يعني تكتر عليك الأرقام، سأتلوها عليك واكتبها أنت في ورقة بقربك أو اكتبها بعد الفيديو حتى يعني تتضح لك الفكرة. لاحظ إلى الموجب، إلى الموجب 12000، إلى الموجب 12000، وإلى الأرضي 3000. سنعمل بال3000، انسى ال12000 الآن، سنتحدث عن 3000 فقط، يعني قيمة المقاومة من الريفيرنس إلى الأرضي هي 3000 فقط، واضح؟ سنكتب الآن 3000 لدينا هنا، ها هي 3000، ها هي 3K، واضح. عندما الجهد الخارجي أو ذلك لا يهمنا الآن في أي شيء، ركز معي. لدينا هنا السويتش إجبارا ستكون في إحدى الجهود. هنا لدي 24 فولت، هنا ربما 18، ربما 24، لدي 20، 18، 16، 15، 16، 15، 12، هنا 12، واضح جيد جدا. ركز معي، هذا الريفيرنس، الريفيرنس الخاص بالتي ال، الريفيرنس الخاص بالتي ال موصول مع الارضي عبر 3 كيلو، موصول مع الارضي عبر 3 كيلو، موصول مسبقا مع الارضي. هذه اشياء، هذه الزاويه هنا لا تعدل، هذه الزاويه هنا لا تعدل، واضح. يعني لدي ريفيرنس، لدي ريفيرنس مع 12 كيلو الى الموجب، لدي بال 3 كيلو الى الارضي لا تتغير. حسنا، عندما نقوم نحن باختيار ال 12 فولت، عندما نختار ال 12 فولت هنا في السويتش، هنا في السويتش ليست هناك مقاومة أصلا، ليست هناك مقاومة، ها هو المسار، ها هو المسار، هنا ليست هناك مقاومة، لاحظ، ها هو السويتش، ها هو يختار هذا المسار، لاحظ، لاحظ، ليست هناك مقاومة أصلا، ليست هناك مقاومة، جيد، يعني ها هو مسار ريفيرنس مفصول، ليست هناك مقاومة هنا في هذه النقطة.
يعني أن مسار 12 فولت، مسار 12 فولت نحصل عليه فقط بهذه، فقط بهذه القيمة هنا. إذن ما سنفهمه من هذه، من هذا التصميم، أن لدينا ثابت ولدينا متغير. الثابت في هذه، في هذه الحالة هو مقاومة الفي أوت، هذه المقاومة ثابتة، أما هذه فغير ثابتة. لماذا؟ لأن الأرض هنا والأرض هنا لدينا مقاومة سبقة وربطناها بالأرض، نقوم بربط مقاومات أخرى معها، وبالتالي تغير قيمة المقاومة مع الأرض، وبالتالي تتغير الجهد. حسنا جدا. إذا أردت التلاعب بهذه الجهود أيضا، أردت أن أعدل عليها، كيف سأعدل؟ لدي حلين، حلين اثنين. مثلا لدي الجهود 12 15 16 18 20 24، هذه الجهود كلها أحتاجها، عدا مثلا، مثلا عدا جهد 18، سنراها لدينا 19، ليس لدينا 19، وبالتالي لدينا هنا 7 جهود، أنا فقط وضعت 6 بينما هنا لدينا 7، 6 لدينا 10000. هناك جهد ناقص أو هناك مسار لم أرسمه، على أين؟ سنرى ما هو المسار. لدينا هنا سنذكر 10000، 7500، 5100، 5100، لدينا 4300، لدينا 3600، ولدينا 2400. إذا لدينا 7 جهود هنا، أنا لم أرسم، لم أرسم مسارا معين، مسار 19. سنغير، لا نحتاج جهد 22، نحتاج جهد 22، واضح؟ إذا كنت أحتاج جهد 22، يجب أن أعدل على هذه المقاومة فقط، يعني أن أعدل على هذه المقاومة، واضح جدا، أعدل على هذه المقاومة، أصغرها قليلا، أكبرها قليلا، المهم أني سأعدل هنا. لاحظ منطقة التعديل، منطقة التعديل هي الـR1، واضح؟ يعني أن هذا المسار عندما أربط المقاومة التي ستعطيني 20 فولت مع مقاومة 3 فولت على مسار الريفيرنس ستعطيني 20 فولت، يعني لن يحدث أي تغيير في هذه الأشياء. أما الذي سيتغير هو عندما أضع السويتش في أعلى المسار مع هذه المقاومة الجديدة التي سأضع، سيتغير جهد إلى 22، واضح جدا. لكن إذا أردت أن، بحيث أني أجعل هذه الأرقام مثلا هنا حسب رغبتي، يعني ليس شرطا، ليس شرطا أن، ليس شرطا أن تبقى الـ 24 20 19، ليس شرطا، أجعلها كيفما أريد. على سبيل المثال سأجعلها 24 مثلا، 24 20 16 12 8 مثلا 6 مثلا، أو 5 مثلا، يعني كيفما أريد. كيف ذلك؟ ركز معي جيدا. أولا إذا كنت سأعدل عليها بنفس القيمة جميعها، أقوم بالتعديل على مقاومة 3 كيلو. إذا أردت التعديل على واحدة فقط، سأعدل على المسار بعينه. حسنا، الآن سنقوم بتجربة بسيطة. أولا سنقوم بالقياس، سنقيس الجهود الأصلية، يعني لن نلمس شيئا، سنقيس الجهود الأصلية في الأدابتر قبل أي تعديل أو أي شيء، واضح؟ إذا بسم الله سنقوم بعمل تيست بسيط جدا. إذا هذه هي الجهود، أعود وأذكر، 24 20 19 18 16 15 12، واضح؟ سنقوم الآن بتجربة القياس. طبعا قياس هذه الجهود بطريقة عادية جدا. لاحظ الآن نحن على 19 بهذه الشكلة، هنا يجب أن تكون 24، واضح؟ هكذا يجب أن تكون 24، هنا 20، هنا 19، 18، هنا 15 والـ12، واضح؟ إذن كل الجهود تعمل، كل شيء جميل، واضح؟ عندما نقلب البوردة بهذه الشكلة، فنحن الآن نعمل بهذا المسار، نعمل بالمسار الأخير هنا، نعمل بهذا المسار هنا الأخير، حيث أن المقاومة غير موجودة، المقاومة الأخيرة غير موجودة هنا، وبالتالي نعمل فقط بمقاومة واحدة على مسار الريفيرنس. يجب أن تفهم جيدا أن مسار الريفيرنس عليه مقاومتين، إن ربطنا مقاومة واحدة فقط تعطينا مباشرة جهد 12، عندما نضيف مقاومة أخرى ترتفع الجهود، واضح؟ سنقوم الآن بالتعديل على مسار معين. سنفصل أولا، نفصل الكهرباء عن هذا الشيء. سنقوم بتغيير مقاومة 24 فولت، هذه المقاومة، مقاومة 24 فولت، سنقوم بتغييرها بمقاومة متغيرة، لكن بداية سنضع المقاومة على 2400، نلحمها على 2400 وبعد ذلك نتحكم.
هي قمنا بتركيبها، سنقوم بقياسها بما أنها غير مرتبطة بالأرض فذلك لن يؤثر على القياس الحقيقي لهذه المقاومة. لاحظ 2.4 2.5 تقريبا. إذا سنربط الباور بالجهد وسنختار هذا الجهد الأخير الذي هو 24 ونرى كم ستكون القيمة. إذا سنقوم بالقياس الآن. بسم الله، لدينا 24 فولت ونصف. سنحاول التعديل قليلا، نبحث عن مفك براغي أفضل. لاحظ القيمة على الملتيمتر من 24 إلى أن تتوقف المقاومة عن قيمتها. إذا لاحظ مثلا 30 من 24 إلى 30، هي قيمة ليست صغيرة، هي قيمة كبيرة. 6 فولت قيمة كبيرة. لاحظ سنقوم بالتصغير الآن. ولو أنه لدينا خيار تصغير مسبقا في المسارات الأخرى، يعني لدينا خيار تصغير، يعني خيار الرفع الغير موجود الذي أضفناه بالمقاومة، أما خيار تصغير فهو موجود لدينا مسبقا. لاحظ، إذن الجهود تكبر وتصغر. الآن تحكمنا في جهد واحد، واضح جدا. أما إذا أردت التحكم في كل الجهود، مثلا رفعها دفعة واحدة أو تصغيرها دفعة واحدة، فببساطة نقوم بالتعديل على الكونستونت الذي يعني يتحكم في أغلب الجهود، وهو مسار المقاومة الثاني. وإذا لم يفي الغرض فنحن مضطرون للتعديل في مسار المقاومة الأول. طبعا كتوضيح بسيط جدا، فهذه 3 كيلو كما لو أننا نقول لدينا الآن 3 كيلو، إذا أردنا فقط 12 نعتمد فقط على 3، إذا أردنا جهد آخر نضيف مقاومة أخرى. واضح؟ إذا ما أردت مثلا أن يكون ستوندار ليس هو 12، يمكن أن أغير هذه المقاومة مثلا وأضع 15 هو البداية، وبالتالي ستصبح 15 18 في الأخير ستكون 30 فولت، يعني في آخر سويتش ستكون 30 عوض 24، لأني أضفت له في الأساس. هنا هذه المقاومتين هما الأساس، بينما هذه المتغيرة يمكن أن تتلاعب فيها لتغيير الجهد واحد، بينما هذه الأساس إذا غيرت فيها تتغير الجهود كاملة في هذه النقطة. إذا هذا كان كل ما لدينا في هذا الفيديو. أتمنى من صميم القلب أن أكون قد أفدتكم ولو يعني بالشيء القليل. كان موضوع الطئل يعني في 3 حلقات كاملة كافيا ووافيا وشافيا. أتمنى أن لا يكون ما زال لديك لبس في التعامل مع الطئل، تعامل مع الريفرنس، جهد الريفرنس، المقاومتين الأرضي، مقاومتين على الأرضي، مقاومة واحدة على الجهد وكذا. في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سنمر إلى شرح الأوبتوكابلر وسنرسم الشيمة الكاملة بعدها، وإن شاء الله تعالى تتضح الفكرة وتصبح الباور كشربة ماء. كان معكم المبتدئ سفيان بن عياد، إلى أن نلتقي على محبة، دمتم في رعاية الله.